يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لاولى فقراتنا الحواريه بقى في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا محبي ومتابعي الدوريات الاوروبيه عارفين كويس جدا ان الوضع مشتعل، يعني كما هو متوقع، ومن اول لحظه في انطلاق الدوريات الاوروبيه. وكنا اتكلمنا كمان قبل كده عن قوه المنافسه في الدوري الانجليزي بصفه خاصه، الى جانب طبعا قوه اللقاءات المتوقع ان احنا كلنا نتفرج ونسعد بمتابعتها ان شاء الله في دوري ابطال اوروبا. طبعا دي مجموعه من النقاط اللي هنتكلم فيها ضمن نقاط اخرى. سعداء جدا لوجود الاستاذ خالد عامر منورنا النهارده الناقد الرياضي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، صباح الفل. كل عليك اخبار ربنا يزيدك. صباح الفل. منورنا في 10 الصبح وفي قناه الاهلي، والكلام يعني عن الدوري، دوري اوروبا كتير، وزي ما كريم قال كده الدوريات مختلفه، والدوري الانجليزي تحديدا يمكن دلوقتي هو الافضل لان المنافسه فيه كمان قويه. الدوريات الاخرى ما اعتقدش ان في المنافس، يعني لو هنتكلم عن الفرنس باريس سان جيرمان هي بينافس بعضه، هو اللعيبه جوه بينافسوا ممكن بعض. يعملوا فرقتين من بعض ويلعبوا بعض عادي، هيبقى ماتش جامد جدا جدا. لكن الدوري الانجليزي لا، عندنا اسماء وعندنا يعني لعيبه وعندنا فرق قويه جدا. خلينا نبدا بقى من المنافسه، وبتشوف ازاي المنافسه، ولو هنقارن ده بالدوري عندنا برضو لان دي نقطه تحتاج للمقارنه. طيب احنا اولا خلينا نقول ان الاسبوع اللي خلص اللي هو الاسبوع اللي فات ده كان الاسبوع السادس في الدوري الانجليزي، شفنا عدد من المفاجآت ابرزها مثلا خساره توتنهام من ارسنال الانجليزي. ارسنال بدا بدايه سيئه جدا الدوري الانجليزي السنه دي بخساره مباراتين على التوالي، توتنهام العكس بدا بدايه اكثر من رائعه بالفوز ثلاث مباريات على التوالي، منهم مانشستر سيتي احد المرشحين بقوه لللقب. بعدين بيرجع توتنهام بشكل عجيب جدا بيخسر ثلاث مباريات على التوالي، وده باي ذا واي دي اول مره توتنهام اول فرقه تكسب اول ثلاث ماتشات وتخسر ثاني ثلاث ماتشات من سنه 94 اللي عملها كان فريق ايفرتون، وساعتها احتل المركز ال 17. فده بينذر توتنهام بكارثه وشيكه في جدول ترتيب الدوري. شفنا ليفربول بيتعادل مع برنتفورد اللي صاعد حديثا الى الدوري الانجليزي 3-3 في مباراه رائعه، غلب عليها اكثر اخطاء الدفاع من ناحيه ليفربول، غلب عليها اداء مميز جدا من حارس برنتفورد واداء مميز جدا من محمد صلاح. باي ذا واي بنبارك محمد صلاح دخوله نادي المية مع ليفربول فقط في الدوري الانجليزي، احرز 102 هدف في الدوري الانجليزي عامه، 2 مع تشيلسي و100 مع ليفربول. كان دلوقتي هو بيتشارك قمه هدافين الدوري مع جيمي فاردي ومع ميكائيل انطونيو لاعب ويست هام بخمس اهداف لكل منهم. محمد صلاح هو الثالث اكثر لاعب في الدوري الانجليزي مشاركه في الاهداف بخمس اهداف واثنين اسيست، هو مشارك في سبع اهداف متشارك مع بول بوجبا، بس بول بوجبا ما جابش جوان، هو عامل سبع اسيستات. ميكائيل انطونيو هو اكثر لاعب مشاركه في الاهداف بخمس تجوان وثلاث اسيستات، فهو مشارك في ثمان اهداف. احنا شفنا جولة مشتعلة جدا في الدوري الانجليزي، خسارة تشيلسي من مانشستر سيتي على الرغم من تشيلسي احد المرشحين للقب، واللي هو كان مش منطقي ان هو يخسر لتكامل السكواد ولوجود توماس توخيل اللي هو المدير الفني العبقري، بيخسر من مانشستر سيتي 1-0 وبيخسر فرصته ان هو يواصل تصدر جدول الترتيب، بينزل عشان يتشارك المركز الثاني مع مانشستر يونايتد ومع ايفرتون، وليفربول بيحتل لوحده دلوقتي ومع مانشستر سيتي، وليفربول دلوقتي بيحتل لوحده صداره الترتيب بس بفرق نقطتين بس عن صعب تعرف النهايه هتكون عامله ازاي. صعب، احنا لسه في الجوله السادسه وحضرتك زي ما بنقول دلوقتي شفت النتائج عامله ازاي. برنتفورد اللي هو اللي صاعد حديثا بيتعادل مع ليفربول اللي هو بطل الدوري الانجليزي من موسمين، بطل اوروبا من موسمين، تشيلسي بيخسر وهو بطل اوروبا من مانشستر سيتي اللي خسر من توتنهام اللي خسر من ارسنال. هو الموضوع غير متوقع، يمكن ده الكومن او الحاجه اللي بتربط هنا بالدوري لو هنتكلم عن الدوري عندنا الدوري المحلي، يعني هي دي النقطه ان انت في حاجات فائق التوقعات فعلا ده هنا وهناك. احنا عندنا مشكله ان احنا الاستيريوتايبس هي اللي بتحكم الدوري المصري. المنافسه على الدوري المصري مين؟ محصوره بين هنغمض عينينا ونقول اهلي وزمالك. السنه دي مثلا المصري عامل صفقات اكثر من رائعه، عامل جايب سكواد لعيبه هايل، جايب جهاز فني جديد، معين الشعباني ومجد تراوي مدرب عام، ومعاهم عبد الحليم علي مدير كوره، بس هل حد متوقع ان المصري ممكن ينافس على قمه الدوري؟ لا بالظبط. الله يرحم ايام زمان لما كان بينافس فعلا وبقوه، وكان ترسانه وكان اسماعيلي وكان غزل المحله كان زمان طبعًا. وده انا هرجعه لنقطه مهمه اللي بنشوفها في الدوري الانجليزي او بنشوفها في الدوريات عامه ما بنشوفهاش في الدوري المصري، هي قوه الجمهور. ايوه الجمهور الداعم الدائم للفرقه في الملعب
كل فرقه في الدوري الانجليزي عندها الملعب الخاص بتاعها اللي بيبقى متقفل ساعته الاستيعابيه بالجمهور كامل بيشجع الفرقه. عندنا هنا حتى في المحله بتلاقي ناس بتشجع اهلي وزمالك في بورسعيد في اسكندريه بتشجع اهلي وزمالك. مفيش الكثافه العدديه يعني اللي بتشجع فرقه البلد اللي بتدفعها دايما ان هي تاخد الالقاب. طب قبل ما نسيب الدوري الانجليزي برضو وجود كريستيانو رونالدو في الـ في الـ في الليله دي من ضمن المفاجات اللي انا نسيت اقولها. خسارته من ويست هام، خساره مانشستر يونايتد من ويست هام 1-0. شفنا حتى ركله الجزاء اللي ضيعها برونو فرنانديز واستفزازات حارس المرمى بتاع ويست هام. هو عبقري في المايند جيمز بتاعه البنالتيز دي، عبقري. برونو فرنانديز ضيع الكوره وضيع على نفسه فرصه ان هو يحتل قمه صداره هدافين الدوري مشاركه مع محمد صلاح وثلاثه بس دورناهم. فكره ان كريستيانو رونالدو يعني خلاص انضم مؤخرا لمقاتلي الدوري الانجليزي، مجرد وجوده انعكاسات ده على محمد صلاح ايه؟ عاد مره اخرى تسخين محمد صلاح، عاد مره اخرى الى الدوري الانجليزي بقوه تهديفيه اكبر بكتير من اللي كان موجود عليها قبل كده، وبقيمه تسويقيه اعلى بكتير من اللي كان موجود عليها قبل كده، مع انضمام لوكاكو لتشيلسي، مع وجود هاري كين في توتنهام. طبعا ده بيدفع محمد صلاح. احنا شايفين محمد صلاح دلوقتي على الرغم من كل الاسامي دي هو متصدر هدافين الدوري عنهم. طبعا محمد صلاح مميز جدا في حته المينتاليتي، في حته العقليه. ممكن تختلف معاه شخصيا بره الملعب، ممكن تختلف معاه شخصيا لايف ستايل، تعامل مش تعامل، الكلام اللي هو السوشيال ميديا بيتكلم عنه ده، ولكن عقليه داخل الملعب محمد صلاح لا يعلى عليه. بنشوف وجود كريستيانو رونالدو، بنشوف هاري كين، بنشوف لوكاكو، بنشوف عدد من المهاجمين المميزين في العالم واللي بيحتلوا قمه الترتيب حتى مع منتخباتهم، بنشوف محمد صلاح المصري ابن نجريج بيتفوق عليهم تهديفيا ومشاركه في الاهداف. ده منتاليتي، دي رغبه. وجود كريستيانو رونالدو تحديدا، رجوعا لسؤالك، وجود كريستيانو رونالدو تحديدا هو حافز لكل هدافين الدوري الانجليزي ان هم يبذلوا جهد اكبر من اللي كانوا بيعملوه عشان يتنافسوا. مجرد ان انت تتحط في منافسه مع كريستيانو رونالدو ده بيزيد من اسهمك وبيزيد من قيمتك التسويقيه. شفنا العلاقه ما بين ميسي ورونالدو طوال 10 سنين في الدوري الاسباني عملت ايه في القيمه التسويقيه بتاعه الاثنين، وعملت ايه في القيمه التسويقيه بتاعه انديتهم وبتاعه الدوري الاسباني. كانت علاقه تنافسيه شرسه جدا. ده حقيقي. بس انا عندي سؤال محيرني شويه يعني يا خالد. دلوقتي لما نيجي نتكلم عن كريستيانو رونالدو، هذا اللاعب العالمي الاسطوره، يعني سمي زي ما انت عايز، بس هو سنا ابتدى يكبر، ورغم ده هو تحدى القواعد بتاعت العالم كلها. يعني زي ما انت قلت هو راجع بصفقه اكبر من الاول، فازاي ده ممكن؟ لان هو مش كومن، هو مش موجود على فكره في العالم، يعني دي غريبه شويه. مش موجود بس يعني احنا لو اتكلمنا عن السن، فالسن يعني في مقوله شهيره جدا بتقول السن مجرد رقم. بس مش في الملعب، الملعب برضه ليه احكامه زي ما بيتقالوا، السن ليه احكامه في الملعب. ده طيب انا بتكلم فيه. خليني اقول على حاجات، على نقط مضيئه جدا في حتى في تاريخنا، في تاريخ المصري. عصام الحضري اكبر لاعب في تاريخ كاس العالم، حسام حسن اكبر لاعب في عندنا، ابراهيموفيتش برضه يعني لسه كنت ما هي نقاط يعني لسه هي امثله نادره. ابراهيموفيتش 40 سنه بينافس على هداف الدوري الايطالي، هو ملوش منافس دلوقتي في الدوري الايطالي اصلا تقريبا. كريستيانو رونالدو زي ما كنت بتكلم عن محمد صلاح، كريستيانو رونالدو هو منتاليتي، هو عقليه. لما بدا يحس ان مجهوده بدا يقل في الملعب، تحول من دور الوينج اللي بيدافع لدور المهاجم الصريح اللي هو بقى جول ماشين، اللي هو بقى رجله على الجون ما بتغلطش. وجود كريستيانو رونالدو ووجود حد بيدعمه في الملعب زي ما كان كريم بنزيما في ريال مدريد، زي برونو فرنانديز وبول بوجبا في مانشستر يونايتد، زي باولو ديبالا في يوفي، دايما وجود عقل مفكر ورا كريستيانو رونالدو، ووجود كريستيانو رونالدو في الصندوق مع القدرات الذهنيه الخارقه لكريستيانو رونالدو بيلغوا شويه حته السن والرقم العمري، وبيخلينا ننبهر دايما بالاداء اللي بيعمله داخل الملعب سواء هو او ابراهيموفيتش. انا ونهاوند بتسال حضرتك السؤال ده، انا ببتسم جوايا ليه؟ لان كلامها منطقي جدا ولكن ينطبق على البني ادمين. ده مش بني ادم. مش بني ادم فعلا. مش بني ادم يعني احنا ما يمشيش معاه موضوع السن والمرض والحاجات دي. احنا خلينا نخرج ميسي ورونالدو من الحسابات بتاعه الاعتبارات البشريه طبعا، نعمله كمكن ونحاسبهم على ذلك ونعمل اي حاجه. بالمناسبه الاثنين ما عرفوش لغايه دلوقتي ياخدوا اللقطه المتوقعه ليهم، طبعا مع فرق الاوضاع. يعني ميسي كان ليه برضو يعني وضع شديد الخصوصيه من لحظه انتقاله لباريس سان جيرمان، ولغايه دلوقتي
برضو في لغط حاصل وفي كلام كتير ابتدى يتقال عن العلاقه ما بينه وبين نيمار، وعن العلاقه بين نيمار وبين مبابي مثلا في الفتره الاخيره، يعني في قلق كده حاصل في باريس سان جيرمان. متوقع برضو لو تتفق، هل وجود النجوم دول كلهم في كتيبه واحده ممكن ينتج عنه مشاكل اكتر ما ينتج عنه ابهار؟ هو التاريخ دايما قال انه في كل عصر كان في فرقه متكامله النجوم او جلاكتيكوس زي ما بنسميها في الكوره، ريال مدريد 2003 2004، ريال مدريد 2009، كل فرقه جه فيها جلاكتيكوس فشلت. حلو، ليه؟ في تضارب مصالح شخصيه ما بين النجوم وما بين بعضهم. احنا مش هنقدر ننكر ان كل واحد عنده هدف ان هو يبقى احسن أكيد. واحد في العالم، انا عايز اطلع هداف العالم، عايز اخد البالون دور، الكره الذهبيه. وجود ميسي بيؤثر على اداء نيمار الرقمي مش الفني، بيعطله شويه. ليه؟ الاهتمام كله هيروح لميسي، التسويق كله هيروح لميسي. شفنا نيمار بيرفض ان هو يدي ميسي ركله جزاء عشان يفتتح بيها الاهداف في الدوري الفرنسي، على الرغم من ان ميسي كان عادي ان هو في برشلونه حبيب قلبي واتفضل كان بيديله ركلات جزاء يحطها، لانه ميسي لا يعلى عليه في الدوري الاسباني. صحيح. بس في الدوري الانجليزي، في الدوري الفرنسي، انا اسف، نيمار مهدد. ليه؟ لوجود قيمه زي ميسي. كليان مبابي مع وجود نيمار قبل انضمام ميسي كان عايز يمشي من باريس سان جيرمان يروح ريال مدريد. من سنتين كنت عامل ريبورت عن الموضوع دوت، اربع اسباب لرحيل كليان مبابي، ابرزهم كان ان هو زعلان ان هو مش نجم الفريق الاول. فما بالك لما يجي عليهم ميسي، ما بقاش نجم الفريق لا الاول ولا الثاني، بقى الثالث بعد ما مر. بعده كمان وحشه بمبابي بشكل واضح وصريح، وابتدى يتكلم على ان هو مش متعمد ما يمررليش الكوره، مع انه بيمررها لأمة لا اله الا الله. ده حقيقي، هو نظره يعني. في مشاكل دائمه بقى لها كام سنه منذ انضمام نيمار لباريس سان جيرمان، في مشاكل دائمه ما بين مبابي وما بين نيمار. المشاكل دي هتزيد، انا متوقع ان هي هتزيد كثيرا جدا، وقد تعجل برحيل مبابي عن باريس سان جيرمان في الاونه الاخيره او في الاونه الاخيره. شفنا شويه مشاكل، شفنا ميسي مع بوكيتينيو مثلا، انت ازاي تبدلني؟ صحيح. انا ميسي، ورياكشن كان بليغ قوي. انا ميسي، ما ينفعش اخرج من الملعب. الفتره اللي جايه ممكن نشوف تصاعد لهذه المشاكل، زي ما بقول قد تعجل برحيل كليان مبابي عن صفوف الفريق. قد شايفين حتى تعبير الوجه اهو، كنا لسه بنتكلم عنه حالا. لا، وفي فيديو لتعليقه او رياكشنات وشه وهو قاعد على الدكه وناس بيكلموه وهو بيقول لهم انا مش فاهم ايه اللي حصل ده. قد تحد الفتره اللي جايه ممكن نشوف تراجع لدور نيمار، ممكن نشوف تراجع لدور ميسي على فكره. شفنا امبارح ميسي ما بيلعبش، اتقال ان هو عنده كان بيلعبوا مونبلييه وكسبوا 2-0، ميسي ما لعبش، وبيقال ان هو عنده مشكله في اوتار الركبه ومش هيلعب حتى ماتش دوري الابطال قدام مانشستر سيتي في قمه راس المال او في قمه الفلوس. ده يبقى بالظبط الاثنين اتقل من بعض، الاثنين بنوك متحركة، مليارات هنا ومليارات هنا. احنا كل ما بنتكلم في الحلقه عن الاسعار والكلام يعني، لا بتسمع ارقام غريبه، ارقام خزعبليه يعني. مش منطقي، مش منطقي والله. فالفكره في الموضوع انه لا، مشاكل الفريق المدجج بالنجوم بالكثافه دي، لا مشاكلها اكتر بكتير من مميزاتها، خاصه لما يبقى يعني بوكيتينو مدرب كويس ولكنه مش الشخصية اللي تعرف في أوضة اللبس تسيطر على هذا الكم من النجوم، لأنه ما قدش فرق كبيرة أو ما تعرضش لخبرات تدريبية في فرق كبيرة درب فيها نجوم كبيرة زي ما حصل دلوقتي. كان أكبر نجم دربه مثلا هاري كين. هاري كين لما نقارنه بالمجرمين بالسفاحين اللي في باريس سان جيرمان، مفيش مقارنة أصلا ما بين الاثنين. طب أنا عايز أروح شوية للجماهير، يعني التنقلات الأخيرة والماركاتو اللي حصل أخيرا، ولعيبة تقال زي ميسي وكريستيانو، وإن هم بيتركوا نوادي بيروحوا لنوادي أخرى، الجماهير برضو كان عندها حالة من الغضب. إحنا حتى عرضنا ده في البرنامج، ناس كتير كانت متضايقة وبتتكلم على السوشيال ميديا عن الموضوع ده، وفي ناس بالعكس بتروح مع النجم للنادي اللي هو بينتقل ليه بعد كده. يعني ده بيحصل، شايف ازاي الناحيه بقى الجماهيريه من الانتقالات برضو اللي حاصله في الدوريات الاوروبيه الاخيره؟ على حسب، في انتقال، ما يعني كريستيانو رونالدو مشي من 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 ريال مدريد راح يوفي، ومن يوفي راح مانشستر يونايتد، الناس ما زعلتش منه.
بس ميسي مثلا هو رجع مكانه في الاول وفي الاخر بالظبط رجع مكانه بس حتى لما راح يوفي ما الناس ما زعلتش منه في ريال مدريد لان العلاقه ما بينه وما بين فلورنتينو بيريز كانت بدات تسوق بشكل مبالغ فيه. كان ظروفها وقتها فعلا. ميسي مثلا لما راح باريس سان جيرمان الناس زعلت بس ما زعلتش زعل مبالغ فيه لان هو طلع في مؤتمر صحفي وقال انه سقف عقود اللاعبين في الدوري الاسباني هي اللي منعتني حتى لو كنت لعبت ببلاش حتى ما نقطه القوانين هتمنع ده برضه حتى لو كان لعب ببلاش ما كانش هينفع لانه بعد رحيل ميسي كان لازم برشلونه يخفض 25% اخرين من العقود عشان خاطر يوافق الحد الاقصى لسقف الرواتب فعشان كده مشى جريزمان رجعه اتلتيكو مدريد عشان يوفر الراتب الكبير اللي هو بيدفعه ميسي عرض ان هو ينزل المرتب بتاعه للنص وما نفعش فحتى مع رحيل ميسي للدوري الفرنسي الناس زعلت منه بس مثلا الناس بتزعل من ايه في جون حارس مرمى اسمه جان لويجي دوناروما حارس ايطالي عنده 21 سنه او 22 سنه دلوقتي هو مواليد 99 22 سنه كان بيلعب في اس ميلان وراح باريس سان جيرمان من ضمن كوكبه النجوم اللي راحوا باريس سان جيرمان ده لعب في ميلان وهو عنده 16 سنه بقى نجم الفريق الاول وبقى نجم ايطاليا وبقى الحارس الاول في منتخب ايطاليا بدا يتشرط على الفرقه بتاعته وبدا يتنك وبدل ما ياخد 3 مليون الفرقه كانت بتدفع له 6 مليون وعرضت عليه تجديد الراتب ب 8 مليون هو قال لهم لا انا عايز 12 فبدا يغير طريقه التعامل مع النادي بتاعه لان هو حس ان هو اعلى من الفرقه وفي الاخر مشي في عقد انتقال حر حتى النادي ما استفادش من رحيله فجمهور ايطاليا بالكامل حتى اللي ما بيشجعش ميلان بدا يحس ان هو ايه بتاع فلوس هو يعني ملوش لويالتي يعني الظروف هي اللي بتحكم ظروف الانتقال وظروف الصفقات وظروف اللاعب نفسه مع النادي هي اللي بتحكم علاقته مع الجمهور انا ليه بقول لك كده كمان تحديدا هنرجع لميسي ان انا وكريم عرضنا الموضوع ده فاكر المؤتمر الصحفي لميسي واللي عيط فيه وجينا عرضنا ردود الفعل عايز اقول لك ان في ناس كانت بتقول لك دي دموع تماسيح ده اتقال فالناس حتى ما كانتش مصدقه النيه بتاعت ميسي ففي ناس لا مش دموع تماسيح خالص لا من وجهه نظرنا اكيد لا كان واضح جدا وتبعيات ده كمان بتاكد لكن بالزبط. في ناس ما كانتش مستوعبه او راضيه تقبل بده هي انا بس عايز اقول على حاجه مهمه في ناس مش مستوعبه او ما بتستوعبش فكره القوانين الكتير اللي دخلت في الكوره احنا اتعودنا على الكوره القديمه فلان راح وفلان جه وفلان دخل اجوان والفرقه الفلانيه كسبت حتى ما كناش متعمقين قوي في الخطط وتغيير الخطط والاستراتيجيز ونوعيه تفكير المدربين والكلام ده كله في ناس لسه مش متاقلمه على القوانين بتاعه اللعب المالي النظيف وسقف العقود وسقف الرواتب وعشان نوفر من الميزانيه ايوه الكلام ده مراكز التدريب الكلام ده اصلا ما بقاش موجود غير في الفتره الاخيره وتحديدا مع ريال مدريد كانت الصوره الابرز يعني بالظبط كده ده اللي خلى ناس كتير تقف حتى عند المصطلح ده ان اللوائح الماليه تمنع زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه ان حتى لو كان عرض خدماته مجانا برضو القوانين بتمنع انا واحد من الناس ما كنتش اعرف الخلفيات اللي من النوع ده غير الفتره الاخيره ما انا بقول لحضرتك احنا مش ما كناش متعمقين قوي في الكلام ده زي ما كنا عشان هي برضو قبل كده ما كانتش تجاره قوي زي ما هي دلوقتي هي دلوقتي تجاره بس بعدين خلي بالك حتى في الانتقالات نفسها يعني كان زمان كان في انتقالات سلسه ونعمه مش بالضروره يكون ورا منها مكيده ما لكن دلوقتي بقى في رؤساء نوادي كيادين مع بعض حقيقي. وده حصل مع باريس سان جيرمان بشكل صريح على فكره يعني حتى ده برضو من الامور اللي استجدت في الفتره الاخيره في كيفيه الاتيان بلاعب جديد يعني ايه اللي جرى على سيره باريس سان جيرمان وعلى سيره التجاره وعلى سيره المكاسب الانديه الكيادين في ازمه كبيره حاصله في اوروبا دلوقتي بسبب صفقه انتقال سيرجيو راموس من ريال مدريد لباريس سان جيرمان والناس بتتهم فيها فلورنتينو بيريز ان هو ضحك على باريس سان جيرمان ردا على تعطيل ناصر الخليفي اللي هو رئيس باريس سان جيرمان في تعطيل صفقه كيليان امبابي الى ريال مدريد. الناس بتقول انه فلورنتينو بيريز ضحك على ناصر الخليفي وبعله سيرجيو راموس وهو مصاب اصابه مزمنه مش هيرجع منها ولو رجع منها هيلعب مثلا ماكسيمم 10 ماتشات في الموسم ده ردا من فلورنتينو عشان هو كان عايز كيليان امبابي فلا المكائد بتحصل فعلا وده ما كناش بنشوفه قبل كده عايز فلان اتفضل مع السلامه دلوقتي لا يعني رونالدو الظاهره مثلا رونالدو نازاريو البرازيلي برازيلي
لعب في اكبر قطبين في ايطاليا وفي اسبانيا من غير ما تحصل عليه مشاكل. لعب هنا انتر ميلان واس ميلان اللي هو ديربي، ولعب هنا برشلونه وريال مدريد في اسبانيا اللي هو كلاسيكو. والناس ما كانتش. دلوقتي في لاعب اسمه هاكان تشالانوغلو، لاعب تركي ما اعتقدش ان انتوا تسمعوا عنه اساسا، ما حدش يسمع عنه. راح من ميلان لانتر ميلان اللي هو الديربي، ازمه كبيره في ايطاليا، وناس بتوصفه ان هو خاين، وناس والمافيا الايطاليه عايزه تموته. الموضوع كبر، وهو اصلا لاعب مش معروف اصلا. خلي بالك انت ادرى مني بده بكتير، بس انت عارف الطلاينه بصفه خاصه عاطفيين قوي في كره القدم زياده عن بقيه الدول الاوروبيه، متعصبين شويه وعصبيين جدا جدا جدا. يعني فاكرين محمد صلاح لما كان في فيورنتينا وبعدين راح روما، المافيا هناك علقت له يفط على باب بيته انه ما تعملش كده عشان من ايه يعني، فاهم قصدي؟ فلا الكره اتغيرت، فعشان كده ردنا على موضوع دموع التماسيح، احنا لسه مش متاقلمين مع القواعد الجديده اللي بتوصل او اللي بتظهر في الكوره كل يوم، فلسه لسه محتاجين شويه وقت. طيب خالد بقى، خلينا عشان الوقت بيجري نروح لدوري ابطال اوروبا، وعندنا ماتش الثلاث وماتش الاربع وماتشات مهمه جدا. فخلينا بقى ناخد منك اكتر يعني تفاصيل عشان الوقت. طيب احنا انا خليني ابدا بحكم ان انا كائن ميلانيستا بشجع ميلان بشده وعنف يعني، فخلينا نبدا بماتش واحد من الماتشات الكبيره في دوري ابطال اوروبا، ميلان اتلتيكو مدريد. ميلان بيعود مره اخرى لدوري ابطال اوروبا بعد غياب 8 سنوات، اتلتيكو مدريد بيواصل ظهوره في البطوله الاوروبيه. الكفه بترجح اتلتيكو مدريد طبعا، بطل الدوري الاسباني ومدجج بالنجوم، عنده عدد كبير جدا من النجوم ابرزهم مثلا أنخيل كوريا، لويس سواريز، ماركوس ليورنتي، كوكي، عنده عدد كبير جدا من النجوم، أنطونيو جريزمان العائد من برشلونة مرة أخرى لصفوف أتلتيكو مدريد. الناحية الثانية ميلان بيفتقد خبرات إبراهيموفيتش، كرونيتش، ميسياس، عنده عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم إبراهيموفيتش طبعا مش هيلعب المباراة عشان ظروف الإصابة، بس بيعود مرة أخرى للتشكيل أوليفييه جيرو القادم من تشيلسي الإنجليزي. ميلان خارج من انتصارات مهمة جدا في الدوري الإيطالي وبيحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري خلف نابولي اللي ما خسرش ولا مباراة. نابولي معاه 18 نقطة، ميلان معاه 16 نقطة. على العكس أتلتيكو مدريد خارج من خسارة فقد بيها المنافسة على قمة الدوري اللي بيحتلها ريال مدريد في الدوري الأسباني، ده ممكن، وخارج من تعادل في دوري أبطال أوروبا مع بورتو 1-1 أو 0-0 مش متذكر النتيجة، ده ممكن يخلي موقف ميلان محرج، لأن أتلتيكو مدريد هيسعى بكل قوته أنه هو يصالح جماهيره. المباراة على أرض ميلان، وده هيحط أعباء إضافية على ميلان ان هو لازم يرضي الجمهور اللي جاي، خاصه ان هو خسر المباراه الاولى قدام ليفربول اللي هيلعب مع بورتو في نفس اليوم، بورتو البرتغالي. بورتو تعادل اول ماتش مع اتلتيكو مدريد، ليفربول كسب ميلان 3-2 في المباراه الاولى. ده فيما يخص مباراه ميلان اتلتيكو مدريد. عندنا ثلاث مباريات تانيين مهمين جدا. ليفربول هيلعب خارج ارضه مع بورتو البرتغالي في الدراجاو في البرتغال، هيلعب مع بورتو البرتغالي زي ما كنت بقول. بورتو متعادل، ليفربول متصدر المجموعه. الاحصائيات بتقول انه ليفربول اعلى نسب في الفوز، خاصه مع وجود محمد صلاح اللي واجه بورتو قبل كده واحرز في مرماهم قبل كده 3 اهداف. بس في كره القدم الحديثه احنا ما بنقدرش نقول مين هيكسب ومين مش هيكسب، احنا بنشوف برنتفورد اللي هو لسه صاعد بيتعادل مع ليفربول. عندنا 3 ماتشات مهمين جدا، عندنا مانشستر يونايتد اللي عايز يصالح جماهيره، هيلعب ماتش قوي قوي مع فياريال اللي لسه متعادل مع ريال مدريد في الدوري الاسباني. عندنا ماتش تشيلسي يوفنتوس، وده يبقى ماتش في منتهى القوة. منتهى القوة، تشيلسي خارج من خسارة، يوفي اللي ماشي بشكل متذبذب جدا في الدوري، لعب 6 ماتشات مش عارف تحدد انت ايه، انت هتوصل يوفي خسر ماتشين، اتعادل ماتشين، كسب ماتشين، كسب اخر ماتشين بكسبهم بالعافيه قدام فرق تعبانه جدا زي سبيتزيا وسامبدوريا. كان مركز 11، استفاد من خساره تورينو، من تعادل تورينو وخساره بولونيا عشان يرجع للمركز التاسع، ولكن يوفي في المركز التاسع ده مش مقام يوفي خالص ولا تاريخه. هو كسب الجوله الاولى في دوري الابطال، ولكن كسب مالمو، ده فرقه ضعيفه جدا، بس لما يقابل تشيلسي اللي لسه خارج من خساره في الدوري الانجليزي وعايز يعوض ويصالح جمهوره، هيبقى ماتش في منتهى القوه.
يوفي اخر حاجه هختم بيها، يوفي عنده مشكله في هذه المباراه انه بيفتقد لغياب اهم نجمين عنده، باولو ديبالا، الفارو موراتا. باولو ديبالا الاثنين للاصابه، باولو ديبالا هو العقل المفكر ليوفي، الفارو موراتا هو ماكينه الاهداف كده، لا عندهم بلاي ميكر ولا عندهم صحيح. مهاجم. مشكله كبيره جداً. قدام يوفي معرفش ممكن أليجري يحلها ازاي، خاصه في ظل التذبذب بالمستوى اللي بتكلم عليه، بس هو بلا شك هيبقى هتبقى مباراه قويه جدا صحيح. للاسف مش هنلحق بقى نتكلم كمان عن ماتش باريس سان جيرمان ومانشستر، يعني مانشستر يونايتد مش كده، مانشستر سيتي ولا مانشستر سيتي قمه راس المال. اه طبعا للاسف الوقت مش هيسمح لنا ده، بس يعني احنا سعداء جدا جدا لوجودك معانا، يعني اكيد انت ارضيت شغف كل الناس اللي بتحب تتابع الدوريات الاوروبيه المختلفه، نورت الدنيا كلها. شكرا جزيلا. دي اول مره بس مش اخر مره اكيد يا خالد. انا اول مره معاكي بس ثاني مره مع استاذ كريم. ان شاء الله تنورنا تاني على طول. الملف مهم جدا. خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.